في وجه الواقع، وعن حصول معهد التكنولوجيا التطبيقية على الاعتماد الأكاديمي العالمي من الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس ساكس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤتمر التكنولوجيا والتعليم المقام غدا في 1 مارس العام 2010 اللي نعيشه. يسعدنا أن نلتقي مع الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في جامعة خليفة. يا مرحبا بك دكتور، شرفنا في صباح الإمارات في هذا الصباح. الله يسلمك. يا مرحبا بك دكتور، يعني مبروك طبعا لحصولكم مثل هذه المراكز العالية اللي طبعا تسعدنا بالفخر وبالإنجاز لدولتنا الحبيبة، ولمنجز أيضا من أبنائها الشغوفين والطامحين دائما لنيل أعلى الدرجات وتبوأ أفضل المراتب بين الدول في مجال العلم والتكنولوجيا. أيضا يعني معهد التكنولوجيا التطبيقية صار اليوم يشهد إقبال كبير من قبل أبناء الدولة أيضا، وكثير نشاهد هذا الأمر. كيف تحدثنا عن هذا الإقبال الكبير وشوفوا سببه برايك؟ أول شيء أحب أشكرك أخ نايف، وشكرا على هذه التبريكات. يا مرحبا. معهد التكنولوجيا التطبيقية حقيقة معهد أنشأ في 2005، فنحن نتكلم عن مؤسسة عمرها قريب 5 سنوات. تميز حقيقة في توفير تعليم نوعي متخصص في مجال الهندسة والتكنولوجيا، ووضع الطالب على مسار الهندسة والتكنولوجيا في مراحل عمرية مبكرة، وهذا اللي نهدف له. يعني ما يخفى عليكم حقيقة في دولة الإمارات في الطفرة الصناعية الموجودة والطفرة الاقتصادية، نحن في حاجة إلى شباب إماراتيين على كفاءة عالية في أخذ في زمام القيادة والريادة لهذه المؤسسات الصناعية، وخصوصا مع المشاريع الضخمة حقيقة اللي أطلقتها حكومة أبوظبي وفي دولة الإمارات بشكل عام، اللي هي تحتاج إلى سواعد إماراتيين أكفاء. فوجدنا حقيقة من الضروري أن نبدأ نستقطب الطالب في مراحل عمرية مبكرة من الصف العاشر، ووضع على المسار الأكاديمي في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وربط الجانب التطبيقي بالجانب العلمي خلنا نقوله والنظري، على أساس أن الطالب يعني تكون لديه الرغبة، الطالب يحصل على نوع من المتعة ويكون له هدف في أن يكمل دراسته في هذا المجال. فمن هنا جاءت مبادرة مع التكنولوجيا التطبيقية بإنشائها، وفي هذه الفترة الوجيزة حقيقة قدرنا بالفعل نستقطب أكبر عدد من الطلاب. أصبح الطالب العزوف عن التخصص العلمي لدى الإماراتيين اللي نشوفه في مدارسنا الحكومية، بالعكس نحن نفتخر أن عندنا 3000 طالب إماراتي يدرسون مجال التخصص العلمي المسار العلمي، ولكن كذلك ربطه بالجانب التطبيقي. الآن شوي حاولت أسبقني يعني في السؤال، يمكن المدارس أو المعاهد المهنية زمان لما كانوا يقولون لنا ها شو راح تتخصص في العلمي ولا في الأدبي أو في الصناعي أو في التجاري، فكثيرين ربما يستصعبون العلمي أو الأدبي ويتوجهون نحو الصناعي أو التكنولوجي، وكان دائما يسامون على أنهم يعني أو يصنفون على أنهم الأدنى درجة في الاجتهاد وفي الحرص على الدراسة. طيب كانت هذه الفترة يعني ماضية، تعتبر يمكن أماكن الطلاب غير المجتهدين مثل ما صنفهم البعض، كيف استطعتم أنتم أن تعكسون مثل هذه الصورة اللي كونها المجتمع في فترة ما وتستقطبون مثل هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب؟ يعني هل كانت هناك مثلا توعية إعلامية من جهتكم؟ هل كانت هي التوعية مثلا من الأهل برأيك؟ كيف كان التوجه في هذا الأمر؟ التعليم الصناعي خلنا نقول كان يخدم فترة أو حقبة من الزمن في القرن الماضي. الثورة الصناعية والثورة بالأصح المعلوماتية والتكنولوجية اللي صارت على في مجال التصنيع على مستوى العالم كله، أصبح ما في حاجة إلى هذا القدر الكبير من الجانب الصناعي الحرفي، يعني إلى النجار والحداد والميكانيك. هذه المؤسساتنا المؤسسات في العالم كله الصناعية كانت تستقطب هذه النوعية وهي أساسية، هذا اللي كانت موجودة. أصبح الحين الثورة المعلوماتية، أصبح المصنع يدار بروبوتات وبأجهزة آلية وغرفة تحكم فيها 20 إلى 50 شخص على مدار الساعة يدورون المصنع هذا بالكامل. فأصبح التريدز اللي كنا نحن نسميه أو الجانب الحرفي الصناعي غير ما له قبول وما له حضور. فمن هنا أصبح وجود التعليم التكنولوجي كتعليم بديل يهيئ الطالب على أسس علمية قوية من ناحية العلوم، المبادئ العلوم الأساسية، وكذلك من الجانب التطبيقي مهم جدا. فالتعليم الصناعي كان له فترة
الحين أصبح نحن محتاجين إلى هذه النوعية، وهذه النوعية أصبحت مش موجودة في العالم كله. فأنت ضروري أنك تؤسس لقاعدة تكنولوجية من أبناء البلد اللي هم رح يعني تتأكد أن استمرارية هذا العمل يكون موجود ومتوفر في هذه المهارة العالية. الحمد لله إحنا في دولة الإمارات نعيش في رفاه اقتصادي الحمد لله، ومعيشة طيبة وفرتها قيادتنا الرشيدة لله الحمد. توائما مع خلني أقول يعني مثل هذه التوجهات الغالية على قلوبنا في جانب